إذن ارتفاعات متتالية على درجات الحرارة في عامة مناطق المملكة وعودة لرياح البوارح وأجواء مغبرة بكثافة شرقا، والتفاصيل بعد هذا الفاصل. مساء الخير. إذن يطرأ ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة لتصبح الأجواء شديدة الحرارة في معظم مناطق المملكة، وهنالك عودة لرياح البوارح كما نشاهد هنا من خرائط سرعة هبات الرياح الواردة لدينا في مركز طقس العرب. تتأثر المناطق الشرقية في رياح البوارح يوم الخميس، وتبدأ تأثرها في المناطق الوسطى يوم الجمعة كما نشاهد في الخرائط، ويبقى تأثير هذه الرياح على المناطق الوسطى خلال يوم السبت. ولكن نود التحذير أيضا بالمناطق الشرقية من تدني مدى الرؤية، حيث من المتوقع أن تصل مدى الرؤية إلى 500 متر فقط، لذلك نود أن ننبه من تدني مدى الرؤية ونتمنى السلام للجميع. ننتقل سوية لمعرفة درجات الحرارة المتوقعة لهذه الليلة في العاصمة الرياض، حيث الأجواء غالبا صافية، درجة الحرارة تصل إلى 32 درجة مئوية، وسرعة الرياح تصل إلى 15 كيلومتر في الساعة. أما في 3 أيام القادمة فمن المتوقع أن تكون الأجواء حارة كما ذكرنا سابقا في العاصمة الرياض، 42 درجة مئوية يوم الجمعة وليلا 32 درجة مئوية. أما يومي السبت والأحد تكون درجة الحرارة ما بين 43 إلى 44 درجة مئوية، وما بين 33 إلى 35 درجة مئوية في ساعات الليل. ننتقل سوية لمعرفة درجات الحرارة المتوقعة ليوم الغد في مناطق المملكة. نبدأها من سكاكا 43 إلى 31 ليلا في عرعر، أجواء حارة من 41 إلى 28 درجة مئوية ليلا في تبوك، من 43 إلى 27 درجة مئوية في ساعات الليل. في مكة المكرمة من 44 إلى 32، في المدينة المنورة من 45 إلى 34، في جدة من 38 إلى 31 درجة مئوية، وفي الطائف من 36 نهارا إلى 27 درجة مئوية في ساعات الليل. في أبها متوقع أن يكون هناك زخات أمطار رعدية من 31 إلى 20 درجة مئوية، في الباحة كذلك الأمر من 30 إلى 23 درجة مئوية، وفي جازان غيوم متفرقة من 36 إلى 33 درجة مئوية في ساعات الليل. في الدمام هنالك رياح قد تثير الأتربة من 42 إلى 31، في الإحساء من 45 إلى 32، وحفر الباطن من 44 إلى 31 درجة مئوية في ساعات الليل. في العاصمة الرياض كما ذكرنا سابقا 42 إلى 32، في بريدة من 43 إلى 30 درجة مئوية، وأخيرا في حائل أجواء حارة من 41 إلى 29 درجة مئوية في ساعات الليل. إذن كانت هذه أبرز المعلومات الواردة لدينا هنا في مركز طقس العرب. إلى أن نلتقي في نشرات قادمة، دمتم في أمان الله.